دلوقتي جه ميعادنا مع الأخبار اللي هتحصل النهاردة، ومنها إطلاق الجولة الأولى من انتخابات الاتحادات الطلابية على مستوى جامعات مصر، منها أيضا فتح باب التقديم للعاملين بلجان امتحانات الدبلومات الفنية لعام 2023. في النهاردة أيضا مباراتين مهمتين في تاني أيام دور الـ16 في بطولة كأس العالم. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهتنطلق الجولة الأولى من انتخابات الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعات، وده بعد الانتهاء من تجهيز أماكن التصويت والاقتراع ولجان الإشراف والمتابعة، وكمان انتهاء مرحلة التقدم بالطعون وفرسها وفحص تظلمات الطلاب اللي لم ترد أسمائهم بالكشوف المبدئية ودراسة الحالات المختلفة عن طريق اللجان العليا بالجامعات. النهاردة هيتم فتح باب التقدم للترشيح لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2023، وده للعمل كرؤساء لجان ووكيل لجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة لامتحانات دبلوم المدارس الفنية المختلفة تجاري، فندقي، زراعي وصناعي للعام الدراسي 2022-2023. النهاردة تستضيف مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري معرض إلا أنا لمناهضة العنف ضد المرأة اللي بتنظمه إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بوزارة السياحة والآثار. بالنسبة لماتشات كأس العالم، النهاردة في ماتشين في تاني أيام الدور الـ16، هيلتقي منتخب فرنسا مع منتخب بولندا الساعة 5، وهيلتقي منتخب إنجلترا مع منتخب السنغال الساعة 9 بالليل.